دلوقتي نروح مع حضراتكم لبث مباشر لكاميرا اكسترا نيوز، نتعرف فيه على اهم التمارين الرياضيه الصباحيه اللي طبعا بتساهم في تنشيط الدوره الدمويه واللي بتخلينا نبدا يومنا بنشاط اكبر يا باسم زي ما احنا متعودين في بدايه اليوم. ضيفنا اللي بينضم معانا دلوقتي هو كابتن محمد وجيه، مدرب اللياقه البدنيه. صباح الخير يا كابتن، اهلا بحضرتك. صباح الخير كابتن محمد. صباح الخير يا باسم، صباح الخير يا ايمان، صباح الفل على اعزائنا المشاهدين. خلينا نبدا مع حضرتك بسؤال مهم جدا، اسباب ثبات الوزن رغم انه الناس بتلتزم في التمرين بصوره مستمره. تمام، اسباب ثبات الوزن طبعا مفيش حد بيتمرن معناش منها، هي حاجه منتشره وشائعه جدا، ولكن للاسف ناس كتير مش فاهمه ايه الاسباب اللي بتؤدي لثبات الوزن، وده يمكن بيعمل لهم مشكله كبيره جدا ليهم، وفي ناس كمان بتنقطع عن التمرين لانه بيحس انه مفيش نتيجه. الحقيقه ان ثبات الوزن بيجي من عده اسباب، اهمها ان انا ممكن اكون كشخص مش مركز في تمريني، او في عناصر خارجيه بتشغلني عن التمرين زي مثلا التليفون، زي اني اتكلم مع حد، لان ده بيأثر على اهم قاعده احنا بنعتمد عليها في التدريب. بمعنى عشان احدد التارجت اللي انا عاوز اعمله ان انا ازود العضلات بتاعتي او ان انا اخس دهون او ازود اللياقه البدنيه بتاعتي، في مثلث كده من العناصر اساسي مع التغير فيه بنقدر نغير ايه التارجت بتاعنا. المثلث ده عباره عن وقت الراحه بين كل سيت وثانيه او بين كل مجموعه وثانيه، عدد التكرارات اللي بعملها في كل مجموعه، والشده بتاعتي اللي هي الوزن. فانا لو اتشغلت باي حاجه خلال التمرين ده انا كده غيرت في الشده بتاعتي. طيب لو انا مشغول وبتكلم في التليفون وما ركزتش مع وقت الراحه بتاعي، يبقى كده انا زودت في وقت الراحه، يبقى غيرت التارجت بتاعي، فده سبب مهم جدا بيؤدي لثبات الوزن. سبب تاني، لو انا ما بشربش ميه كويس، الميه عنصر مهم جدا 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 علشان كل العمليات الحيويه اللي بتحصل في جسمي تتم بالشكل الصحيح. فانا لو عايز ازيد عضلات وانا نسبه الميه في جسمي مش كويسه، يبقى انا كده مش هزيد عضلات بالمقدار اللي انا عاوزه. لو انا عايز اقل دهون وانا نسبه الميه في جسمي مش كويسه، برضو مش هقل دهون بالمقدار اللي انا عاوزه. في نقطه ثالثه مهمه جدا وكتير من الناس ما تعرفهاش، الجسم البشري بيجي عليه وقت كل فتره بيحصل له حاله ثبات، يعني بكون باكل كويس، بنام كويس وفي مواعيدي، بتمرن كويس جدا، وبشرب ميه كويس، ورغم كده بحس ان في حاله ثبات في المستوى بتاعي، سواء في زياده العضل او في نقص الدهون او في مستوى اللياقه البدنيه بتاعتي. دي حاله معروفه وبتعدي علينا كلنا، بس هي اخرها مثلا ممكن تمتد لمده من 3 ايام لاسبوع، ما بتزيدش عن كده. في حاله فهمنا للحالات دي وتعويضنا للعناصر دي بيبدا الوزن بتاعنا يتغير. في جزئيه مهمه جدا جدا كمان كل الممارسين بيتعرضوا لها لو هو ما عندوش درايه بمكونات جسمه، فممكن لما بيجي يتمرن يحصل ان نسبه الدهون بتقل ونسبه العضلات بتزيد، بس هو شايف ان الميزان ثابت، فبيحس ان هو ما عملش اي بروجرس، ما عندوش اي تطور. فمهم جدا انه يكون متابع نسبه الدهون بتاعته وصلت لحد فين، نسبة العضلات بتاعته وصلت لحد فين، نسبة المية في جسمه قد ايه، لانه ممكن يكون فعلا عامل تطور كويس جدا بس هو مازال في حالة الاتزان ما بين زيادة العضلات ونقص الدهون، فده بيخليه يستل في نفس الافريج بتاع الوزن. تمام تمام يا كابتن، المعلومات كلها مفيدة جدا. طيب احنا يمكن اتكلمنا مع حضرتك قبل كده في موضوع الاكل والشرب، الحاجات اللي بتنصح بيها قبل التمرين وبعد التمرين، بس عمرنا ما اتكلمنا على فترة التمرين نفسها. ايه الحاجة المفيدة للواحد ان هو يشربها، وهل في حاجة بينصح بيها كأكل، وبرضه خصوصا لو بنتكلم على فترات التمرين الطويلة، لو بنتكلم على اكتر من نص ساعة او ساعة؟ ده احد الاخطاء الشائعه جدا في كل الاماكن، ان بنلاقي ناس كتيره جدا داخل التمرين بعصير او داخل معاه اكل او بروتين بار او فاكهه. خلال التدريب وانس ان انا بدات التمرين بتاعي، جسمي مش هيمتص اي حاجه من المعده غير الميه. تمام. ففي حاله الناس اللي بتروح تدخل التمرين معاها اكل او معاها مشروبات تانيه، انا كده ما عملتش اي افاده او اضافه لجسمي، لان اللي حصل ان العصير او الاكل هيدخل معدتي هيفضل موجود مش هيتهضم. انا كل الدم حاليا الدوره الدمويه متوزعه على العضلات عشان تغذي العضلات بتاعتي بالاكسجين وبالنيتريشن او التغذيه اللازمه ليها.
لكن الاكل اللي انا اكلته في حاله التمرين ده مش هستفيد بيه غير بعد ما اخلص تمرين. يبقى انا اهم عنصر يكون موجود معايا في التمرين ويفضل يكون العنصر الوحيد هو الميه. طب انا لو عايز اكل فاكهه تديني باور قبل التمرين، هاخدها قبل التمرين بنص ساعه واكتر، مش نص ساعه واقل، نص ساعه واكتر، اخد مثلا موز او اخد تفاح عشان يقدر يديني طاقه بشكل سريع في العمليه التدريبيه بتاعتي.